بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. في البداية أتوجه بخالص العزاء لكل أسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة الأليم، وهو الحادث الذي أصاب مصر كلها بالحزن، مسلمين ومسيحيين، لأن كل المصريين نسيج واحد، وطن واحد. وخالص دعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وحافظ الله مصر والمصريين. خليني بقى أدخل فيما يخص كرة القدم. الحقيقة أول حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة أن هناك اتجاه عام في الإعلام الرياضي في مصر خلال الفترة السابقة، أو خصوصا بعد مباراة النادي الأهلي ونادي مصر المقاصة. الاتجاه إيه اللي بعد هذه المباراة؟ إن أنا أقول أو إن أنا أوهم الناس إنه النادي الأهلي ضربة الجزاء اللي جت لصالحه هي ضربة جزاء لا يستحقها. ده الشكل العام اللي أنا شايفه، لأنه الحقيقة من امبارح للنهاردة، أو من أول امبارح، من ساعة المباراة لغاية النهاردة، من امبارح للنهاردة الناس كلها بتتكلم، أو ناس كتيرة جدا، وكلهم خدوا بال حضراتكم كلهم من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، كل اتجاهاتهم رايحة لفين؟ رايحة ليه؟ انه ازاي النادي الاهلي يتحسب له ركله جزاء غلط؟ البعض طبعا، لكن كل الناس المحايده او كل الاعلام المحايد الحقيقه اتكلم بشكل رائع جدا ان هي ركله جزاء صحيحه 100% وكذا وكذا وكذا. انا هنا لا اعترض ان هي ركله جزاء ولا غير ركله جزاء، ولكن انا اللي انا شايفه، مش اللي انا شايفه بس، اللي كثير من الاهلاويه شايفينه، ان هناك البعض بيحاول ان هو ياخد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان دايما الجمهور او ان النادي الاهلي بيكسب علشان هناك اخطاء تحكيميه، فالنادي الاهلي بيكسب بسبب الاخطاء التحكيميه للمره المليون. محدش هيجبرنا ان احنا ما ندافعش عن كلام على كل ما يخص النادي الاهلي، محدش هيجبرنا ان احنا نقول كلام مفروض ان هو ما يتقالش. خلي بال حضراتكم من الكلام ده كويس جدا، لانه كل ما يقال خلال الفترة السابقة، أو كل اللي احنا بنشوفه خلال الفترة السابقة، إن بعض الإعلاميين، أنا بتكلم هنا على بعض الإعلاميين، بيحاولوا ياخدوا الرأي العام كله يودوه لاتجاه إن الأهلي بيحصل على ركلة جزاء وهو ليس حق من حقوقه. دايما تتعالى أصوات البعض للاتهام بالمحاباة والمجاملة من التحكيم، وهو ما لم يحدث. وتحت الكلام اللي انا بقوله ده مليون خط، السنه اللي فاتت بيخسر النادي الاهلي الدوري العام المصري بسبب اخطاء تحكيميه. السنه دي حتى هذه اللحظه النادي الاهلي بيفقد 14 نقطه، واتعملت هنا في هذا البرنامج تحديدا حلقه كامله عن هذا الامر. بالصوت والصوره والادله، مش بالكلام والاختراعات. اخطاء التحكيم هي موجوده من السنه اللي فاتت ضد النادي الاهلي فقط، وده او مش فقط، هي موجوده في كثير من الانديه الاخرى، وانديه كتيره جدا اشتكت في هذا الامر. ولكن النادي الاهلي بما انه من دايما بيحاول ان هو ياخد الدوري العام، فالسنه اللي فاتت اثرت عليه بشكل سلبي ان احنا ما خدناش الدوري العام. فعشان كده غريب جدا اللي انا شايفه من امبارح للنهارده، ان هناك بعض الاعلاميين بيحاولوا ياخدوا الاتجاه وبيحاولوا يسكتوا الناس اللي بتدافع عن النادي الاهلي، وده مش هيحصل. ان انت تاخد الموضوع في اتجاه ان الاهلي ملوش حقوق، او ان الاهلي ملوش حق في هذه المباراة، بس لا، الاهلي له حق في 14 نقطة خلال الفترة السابقة. الاهلي بيتجامل ازاي؟ ده احنا لينا كل سنة جول في حساب البنك الاهلي بالمناسبة، يعني كل اسبوع، يعني كل مباراة ممكن جدا في مباريات البنك الاهلي السنة اللي فاتت والسنة دي، حساب يعني اهداف ملغية، كلها اهداف صحيحة وملغية، وفي وجود الفار بالمناسبة. كل الكلام اللي احنا قلناه خلال الفترة اللي فاتت ده، انا وريت لحضراتكم هنا في هذا البرنامج بالصوت والصورة ايه اللي كان بيحصل مع النادي الاهلي. جول في الطلايع السنة اللي فاتت، وجول في فاركو السنة دي، اللي بالمناسبة، وأنا قبل بس ما أكمل كلامي في هذا الأمر، كان هناك اجتماع لكلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، أو خبير التطوير في لجنة الحكام، أو هو اللي مسؤول عن لجنة الحكام، مع عدد، مش الاجتماع اللي فات اللي هو امبارح، لا، أو النهاردة، لا،
كان في اجتماع اول حضره عدد كبير من المسؤولين، هو حتى اتقال انه عايز يقعد مع ناس معينه واحد او اتنين، ففي واحد تالت اللي هو كابتن سيد مراد اعترض على هذا الامر وقال لا لازم ابقى موجود ولازم اقعد، اللي هو كان مسؤول تقنيه الفار اللي بعد كده استقال. انا بتكلم على اللي قاله او اللي اتعمل او الاجتماع اللي اتعمل من حوالي اسبوع او 10 ايام، اول اجتماع لكلاتنبرج. وفي هذا الاجتماع تحديدا اقر كلاتنبرج بصحه هدف النادي الاهلي امام فاركو اللي هو بتاع بيرسيتاو لو نتذكر. ادي نقطتين، بسم الله الرحمن الرحيم اهو قبل ما اتكلم مع حضراتكم، ادي نقطتين اللي بالمناسبه الهدف ده كل الخبراء التحكيم باستثناء الكابتن عصام عبد الفتاح قالوا ان هو هدف صحيح 100%. انا بس ده وانا بتكلم مع حضراتكم. السنه دي بمناسبه الاهداف اللي انا بتكلم هنا في اهداف فقط وليس ركلات جزاء كمان، لكن انا بقول لحضرتك اهداف صحيحه تم الغائها. لا بتكلم في حالات طرد ولا بتكلم في ضربات جزاء ولا بتكلم ان تحجيم مباراه والحاجات دي احنا نفهمها، لعيبه الكره يفهموها، لعيبه الكره يفهموا ان الحكم لما يجي عايز يحجم مباراه بيعرف يحجمها ازاي. بس انت ناس غريبه جدا اللي بتقول ان الاهلي اصله بيتجامل عشان خد ضربه جزاء في المقصه. بالمناسبه يعني اي حد معدي قدام التلفزيون وشاف الكره دي، او بلاش قدام التلفزيون عشان التلفزيون دلوقتي كمان اصبح، او الفار في مصر تحديدا اصبح خلال الفتره اللي فاتت بيتلعب فيه وبيغلط حتى الفار، فاي حد معدي وشاف الكره دي هيقول ركله جزاء، ضربه جزاء 100%. واحد بيعمل ايده كده مكبر جسمه والكره جت في ايده وركله جزاء. فالكلام ان هي مش ركله جزاء الحقيقه ده كلام عبثي، نوع من انواع العبث. لكن احنا لو اتكلمت مع حضراتكم في موضوع ضربات الجزاء غير المحتسبه ممكن نعد كتير جدا. يعني في ركله جزاء لرامي ربيعه لو تفتكروا في ماتش الزمالك اللي فات لما لاعب الزمالك داس على رجل رامي ربيعه، تقريبا نص فرق الدوري ان لم يكن كلهم اتحسب لهم نفس الكوره بما فيهم نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي بينافسوا النادي الاهلي. بس الاهلي اتقال لك اصله الاحتواء. الحكم نفسه في ماتش الاهلي والزمالك اكبر الانديه كابتن محمد عادل قال لك هو اللي صرح، مش اسلام ولا جمهور الاهلي اللي صرح، هو اللي صرح وقال ده احتواء. ده بعد الماتش. يعني لو تقعد تفتكر المباريات ده، اللي بقوله ده اللي انا بفتكره دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم. فبالتالي انا بشوف ان هناك توجه من بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هم طبعا ماليش دعوه باي قناه، يعني قناه تتكلم نادي، هو كل واحد حر يتكلم على ناديه ويعمل اللي هو عايزه ويحافظ على ناديه من وجهه نظره، ولكن محاوله طمس الحقيقه عمرها ما هتنجح. طول ما الاعلام النادي الاهلي رسمي موجود عمرنا ما هنرد على حد الا او هنفضل نرد على كل حاجه تخص النادي الاهلي. عندما نجد انه هناك اتجاه معين ضد النادي الاهلي من وجهه نظري على فكره، من وجهه نظرنا، من وجهه نظر اللي شغالين هنا كلهم في القناه، لما بنلاقي حاجه هنطلع نقول وهنقول ان هي غلط. عمر ما حد هياخدنا يودينا ان احنا نقول ان الموضوع ده او ان الكره دي مش ركله جزاء، لانها ركله جزاء باعتراف الجميع. انا جبت لحضراتكم لو تفتكروا الاسبوع اللي فات حلقتين، الحلقه الاولانيه كانت كل الاخطاء صوت وصوره من المباريات، و الحلقة الثانية كانت آراء خبراء التحكيم بالصوت والصورة، ما عرفتش أجيبها صوت وصورة لكن جبتها لحضراتكم من تصريحاتهم المنشورة رسميا في كل الصحف والمواقع. طب يعني نعمل إيه تاني يا جماعة؟ وفي هذا البرنامج كان هناك اقتراح من زمان بوجود الخبير الأجنبي، لأن احنا نحتاج، شايفين الأخطاء قلت طبعا، ولكن زي ما بقول لحضراتكم كده ان التوجهات الاعلاميه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، من المفترض ان انت لو شغال في قناه
بعيدا عن قناة أندية يعني تبقى بتتكلم بحيادية أو موضوعية ومنطقية الحقيقة، لكن الكرة باينة لمصر كلها، يعني الكرة باينة لكل من له علاقة بكرة القدم. يطلع حد يقول لك أصل الكرة جت ما جتش في إيده، أو أنا مش شايفها إن هي جت في إيده. فحركات بتحصل ضد النادي الأهلي عمرنا ما هنسكت عنها، وجمهور النادي الأهلي عمره ما هيسكت عنها. أنا بشوف على تويتر وبشوف على الفيسبوك وبشوف على الانستجرام الناس أو جمهور النادي الأهلي بيقف خلف ناديه في كل حاجة، ولكن إن حضراتكم أو هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي من الإعلام بيكلم بغير موضوعية. شوفوا النادي الأهلي خسر 14 نقطة إزاي، نبعت لحضراتكم لو عايزين تعرفوا أو لو عايزين تتكلموا بموضوعية، قول النادي الأهلي خسر 14 نقطة مثلا. يعني هي ركلة جزاء امبارح ركلة جزاء 1000000%، ده مش باعترافي أنا، وأنا بس عايز أفجر مفاجأة في هذا الأمر. أنا اتكلمت مع حد بس هو قال لي ما تقولش يعني، فأنا مش عايز أقول الاسم، لكن قال لي ركلة جزاء. والله أنا لو قلت يعني الناس هتعرف قد ايه ان اللي بيحصل ده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي في الاعلام معمول بغرض ان احنا عايزين نخلي النادي الاهلي الناس تصدق ان النادي الاهلي بيكسب باخطاء تحكيميه. وهذا الامر غير صحيح، هذا الامر غير صحيح. النادي الاهلي بيكسب بعرق جبينه بجد، عرق بجد، عرق جبينه بجد، مش حاجة تانية. وسيظل دائما النادي الأهلي بهذا الشكل وبهذا المنظر. لو علينا ركلة جزاء بالمناسبة، وفي هذا البرنامج في مباراة فاركو لما طلع الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي وقال إن الأهلي له، أو مش فاكر في مباراة إيه، وقال إن له ركلة جزاء وعليه ركلة جزاء، قلنا الكلام ده هنا على الهوا هنا، يعني إن النادي الأهلي في ماتش فاركو عليه ركلة جزاء وله ركلة جزاء ده غير الهدف اللي اتلغى. قلنا ان هو لازم يحصل هذا الكلام، وكلنا كنا شايفينها ركله جزاء، ما عندناش مشكله يعني. لكن ما حدش هيجبر اعلام النادي الاهلي الرسمي ان هو يروح لاتجاه معين من الاعلام، يعني ان هم يمشوا في الاتجاه ده فاحنا نمشي وراهم مثلا. ده مش هيحصل ابدا ابدا، لانه حق النادي الاهلي يجب ان يتم الرد عليه، ولازم نوصل لاقصى حقوق لينا. هناك البعض حاول أن يتهم النادي الأهلي، وبالمناسبة في موضوع لجنة الحكام وعودة النادي الأهلي للعب مباريات الكاس وهيلعب السوبر بناء على البيان اللي قاله النادي الأهلي أو الخبر الصحفي اللي نزل من النادي الأهلي من يومين. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم بس عشان الناس تفهم، ناس بعض من لا يشجع النادي الأهلي لازم يخش في الموضوع في دماغه ويفهم إيه اللي بيتقال وإيه اللي بيحصل. النادي الأهلي، أنا قلت الكلام ده قبل كده، النادي الأهلي عندما يتخذ قرار فيما يخص النادي الأهلي بيتخذ قرار، مجلس إدارة النادي الأهلي بيتخذ القرار اللي بيشوفوه مناسب وفي مصلحة النادي الأهلي. ولكن النادي الأهلي لما بيشوف خطأ في حتة معينة سواء مع الاتحاد الأفريقي أو مع الاتحاد المصري بيشاور وبيقول يا جماعة المباراة النهائية ما ينفعش تتلعب على في مباراة واحدة بالنسبة للبطولة دوري أبطال إفريقيا إلا لو قلته من قبل الموسم ما يبدأ أو قبل البطولة ما تبدأ. فهنا النادي الأهلي بيشاور على أخطاء. كون إن الاتحاد الأفريقي ناس عاقلة وناس بشايفة إن النادي الأهلي هو كبير إفريقيا فبتاخد كلامه على محمل الجد، وإن هو مش عايز بس يقول كلامه وخلاص، فبتشوف الكلام تلاقي عنده حق، النادي الأهلي عنده حق، فبينفذه الصالح العام لأفريقيا. زي اللي حصل من اتحاد الكرة بالمناسبة، هو ليس انتصار للنادي الأهلي ولا شيء من هذا القبيل. النادي الأهلي شاور على حاجة، إن يا جماعة عندنا أخطاء كبيرة جدا في الحكام يجب أن يتم تصليحها أو تصحيحها، وبالتالي لكن هل النادي الأهلي هو اللي بياخد القرار باستخدام خبير أجنبي؟ النادي الأهلي ما بياخدش قرارات للاتحاد الكرة مثلا، لا، النادي الأهلي بياخد قراراته لنفسه. النادي الأهلي عضو جمعية عمومية في اتحاد كرة القدم، فمن حقه ان هو يقول. فلأن برضو عندنا ناس عاقلة في اتحاد كرة القدم فعملت ايه؟ فكرت في الكلام اللي النادي الأهلي قاله، ولقوا ان الكلام ده كلام هيستفيد منه 18 نادي بوجود خبير أجنبي، بإقالة الكابتن عصام عبد الفتاح،
بإيقاف فلان أو علان أو ترتان، فهو ليس انتصار للنادي الأهلي، ده انتصار لكرة القدم، وليس انتصار، هو حاجة للصالح العام، وضع خطأ وبيتم أو بيتم المحاولة تصحيحه، هو ده اللي احنا نقدر نتكلم فيه. ليه الناس واخداها ان ما ان الاهلي بينكسر او الاهلي بينتصر؟ هو ليس انكسار وليس انتصار. النادي الاهلي هو كبير افريقيا وكبير الوطن العربي وكبير مصر في كرة القدم. والاهلي دائما ينتصر للحق وليس لشيء اخر. هو لما تجيب خبير اجنبي والحكام يبقوا شايفين ان هم لازم يؤدوا بشكل كويس جدا، هل ده لصالح النادي الاهلي بس؟ ما هو لصالح النادي الاهلي وصالح نادي الزمالك وصالح نادي الاسماعيلي ولصالح نادي الاتحاد وكل الانديه اللي موجوده. فالنادي الاهلي لم ينتصر ولم ينكسر بكلام بيتقال مجرد كلام على السوشيال ميديا. هو النادي الاهلي شاور وقال يا جماعه انا هنا في غلط، فعشان عندنا ناس عاقله في اتحاد كره القدم شافوا ان الكلام اللي النادي الاهلي صح بيقولوا صح فعملوه. لكن هم لو كانوا شايفين ان الكلام اللي النادي الاهلي بيقولوا عليه غلط ما كانوش عملوه اكيد يعني. ده باجماع كل خبراء اللعبه ومحللينها الرياضيين ومحللها التحكيميين. مش واحد بقى لمجرد ان هو عايز يمشي عكس الاتجاه علشان الاضواء تيجي عليه تاني، او واحد تاني عايز يقول كلمتين هنا او كلمتين هنا. ما يصحش الكلام اللي بيتقال واللي احنا اللي انا عمال اسمع عنه خلال الفتره اللي فاتت من بعض ما، عشان ما حدش يقول لي جمهور الاهلي، لا، من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. فعمرنا ما هنسكت وهنفضل واقفين دايما ورا نادينا، وهنفضل دايما نتكلم باللي احنا شايفينه صح فيما يخص النادي الاهلي. ف كلام مهم جدا جدا لازم دايما جمهور النادي الاهلي كمان خلال الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه مهمه جدا وصعبه جدا بالمناسبه، هيفضل واقف في ظهر ناديه وفي ظهر مجلس ادارته علشان نستطيع ان نصل الى نهايه هذا الموسم وبدايه موسم جيده ان شاء الله، بوجود او كانت اولى خطوات التصحيح ان انا ادي لعدد كبير من اللاعبين اجازه. فالبداية إن شاء الله القادمة تكون جاية أفضل من اللي احنا فيه دلوقتي، لأنه حتى امبارح الأداء الناس شايفة إن هو ما كانش كويس. طبعا ما ينفعش يبقى الأداء كويس يا جماعة، يعني بيني وبين حضراتكم كده مجموعة اللاعبين اللي موجودين بيحاولوا إن هم يبذلوا أقصى مجهود علشان يقدروا يكسبوا المباريات، لكن عندنا أفضل من كده؟ كله عنده أفضل من كده 100 مرة 100 مرة، سواء ناشئين او غير ناشئين او لاعبين بقالهم ما لعبوش كتير وبتاع. خلاص انت لعبت 5 6 مباريات اللي فاتوا، وبالتالي المفروض اللي جاي كله تبقى واقف على رجلك وعارف ان انت بتلعب باسم وتيشيرت النادي الاهلي، ما تلعبش وخلاص. هو ده اللي احنا بننتظره من اللاعبين خلال الفتره اللي جايه، واحنا دايما في ظهر نادينا وفي ظهر لاعبتنا وهنفضل دايما في ظهرهم. عندنا بقيه مباريات الدوري، عندنا بقيه ان شاء الله مباريات الكاس ربنا يكرمنا فيهم ونصل للمباراه النهائيه ونشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، عندنا السوبر المحلي، عندنا كذا بطوله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا فيهم علشان نقدر بقى نبتدي الموسم الجديد ان شاء الله ان شاء الله بمعنويات جيده. كان مهم جدا لانه انا شايف ان اتجاه الاعلام الرياضي لبعض من لا يشجع الاهلي اللي هم معروفين بالاسم، يعني معروفين بالاسم، الاتجاه ان يا جماعه الاهلي بيكسب بالحكام او بيكسب لان هناك اخطاء حكام بتخليه يكسب، ده من بعد الهدف بتاع امبارح، على الرغم من اجماع معظم، مش هقول كل، معظم خبراء التحكيم على انها ركله جزاء صحيحه 100%. انا هنا مش بدافع عن ركله جزاء، ولكن انا هنا بدافع عن ايه؟ ها، انا مش بدافع عن ركله الجزاء امام حضرتك اهي وباينه واضحه لاي حد عايز يبص عليها بضمير حي، يبص عليها بايه؟ بضمير حي، بعيدا عن الالوان، بعيدا عن الاحمر والاخضر في هذه المباراه اللي هو المقصه. فالحقيقه
لا، ركلة جزاء صحيحة 100% بإجماع كل الخبراء أو معظم خبراء التحكيم في مصر، قالوا إن هذه ركلة جزاء صحيحة في 100%. وأنا هنا زي ما بقول لحضراتكم، أنا لا أدافع عن ركلة جزاء أو احتساب ركلة جزاء، ولكن أنا أدافع عن كيان نادي. إنه الفترة اللي فاتت دي، وهي بدأت قبل مباراة امبارح الحقيقة، في المباريات السابقة تلاقي فلان وعلان عمالين يتنططوا على السوشيال ميديا وعلى القنوات، يقول لك ايه اصل النادي الاهلي يعني اصل هي مش باينه قوي، اصل بالعين المجرده، اصل بالعين اللي مش مجرده، اصل هي الكره مش عارف ازاي، وهي واضحه لمصر كلها. فهم الناس عايزه تاخد الاتجاه اللي هو الاهلي بيكسب بالحكام، انها مش محتاجه اي حاجه. يعني لو الواحد غمض كده وشافها، مع انه مش هيشوفها يتغمض، هتتحسب. فلا، هنقف، ومش انا لوحدي طبعا، كل قناه الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيقف ورا ناديه في مثل هذه الظروف. لانه في النهايه الموضوع واضح، الموضوع واضح لكل الناس. فان شاء الله الفتره اللي جايه يكون فيها حكامنا افضل. بالمناسبه اكتر نادي في مصر، اكتر نادي في مصر كان مساندا للتحكيم المصري هو النادي الاهلي في كل شيء، في كل شيء. في الوقت اللي كان النادي الاهلي بيساند التحكيم فيه، اللي هو طول عمره طول وقته، كان يقول لك ايه اصل النادي الاهلي بيساند التحكيم علشان يكسب بيهم. دلوقتي الاهلي بيكسب عشان في فار، على اساس ان الفار ده مش موجود في افريقيا مثلا او في كاس العالم مثلا. يعني طبعا اللي بيقول كده ده يعني نظره قصير، مش شايف، عمره ما لعب في كاس عالم، عمره ما لعب او ما وصلش مثلا 5 مرات من ست في 6 سنين ما وصلش نهائي افريقيا، فما يعرفش الكلام اللي احنا بنقوله ده. انا بتكلم بشكل عام، ما حدش كتير يعرف الكلام ده، ان الفار كان موجود، بس اكيد بيتفرجوا على التلفزيونات وعلى بين سبورتس، لانه لو اتفرجت هتعرف ان الفار موجود في كاس العالم للانديه اللي النادي الاهلي فاز فيه 2 مرات ورا بعض ثالث العالم بالفار بالمناسبه، وايضا في نهائي دوري الابطال، مش اللي احنا خسرناه، اللي قبليه التاسعه والعشره، اللي هي القاضيه واحد شاط والقاضيه، والثانيه 3-0 مع كايزر تشيفز العشره. فمعرفش الناس بتتكلم اي كلام بيتقال، وبيحاولوا ان هم يعملوا يكونوا راي عام عشان الناس تمشي وراهم في هذا الاتجاه. ولكن طول ما جمهور النادي الاهلي موجود على صفحات التواصل الاجتماعي واحنا موجودين في هذا المكان، مش انا بتكلم على قناه كامله، ما حدش ابدا هيسكت على هذه الامور، لانها امور تدعو للضحك فقط. انت بتقعد تضحك يعني لما بتشوف هذا الكلام، حضرتك بس بتقعد تضحك على الكلام اللي بيحصل والكلام اللي بيتقال، لانه للاسف الشديد مفيش حد راح كاس العالم غير النادي الاهلي. محدش راح لعب 5 نهائيات في اخر 6 سنين غير النادي الاهلي. انا بتكلم كلام بالارقام وكلام واقعي. محدش يقدر يقول لي تلت الثلاثه كام. فممكن تكونوا بتتفرجوا عليه في القنوات اللي بتنقل الحاجات دي، فلو اتفرجتوا تاني، لو انتوا قاعدين دلوقتي وقاعدين من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيتفرج عليا دلوقتي، يفتح القناه اللي بتشغل المباريات دي ويجيب الماتش على القديم، او يفتحه على الانترنت، هتشوف ان في فار. بالمناسبه اتفرج على الاهلي وبايرن ميونخ كان في فار، اتفرج على الاهلي والهلال كان في فار بالمناسبه، طرد 2 لعيبه من الهلال. وبالمناسبه قبل ما يطرد 2 لعيبه من الهلال كنا متقدمين وكسبت بالفار. فيا جماعه اي كلام بيتقال. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم، جمهور النادي الاهلي بيفضل واقف في مثل هذه الامور ولن يسكت ابدا على ما يحدث من اكاذيب. انا بقولها اكاذيب ليه؟ لان انا قلت الحقيقه. الحقيقه ان لا، لعبنا 2، خدنا 3 عالم 2 بالفار، وخدنا اخر 5 نهاية أفريقيا من آخر 6 سنين، منهم آخر 2 سنين كانوا بالفار، وبالتالي النادي الأهلي دايما بيكسب في وجود الفار. ولكن اللي بيقول كده بيحاول إن هو، اللي بيقول إن النادي الأهلي بيكسب هنا في مصر يعني بالفار فقط، بيقول إن هو أو بيحاول إن هو يصدر
ان النادي الاهلي بيكسب علشان الفار موجود، وهذا الكلام كلام عاري تماما من الصحه، عيب عليكم الكلام ده. خلينا نبقى كبار كده ونبقى ما بنكدبش، ده اللي هقدر اقوله وانا على الشاشه، ما بنكدبش علشان ناس كتيره جدا جدا. وبعدين اللي بيكذب بيروح النار، واللي بيكذب برضه مناخيره بتطول بالمناسبه. يعني في ناس كتير لما بتكذب ده يعني كان حاجه قديمه، وحاجه قديمه جدا يعني كنا عارفينها، اللي كان بيقرا القصص بتاعت بونوكيو زمان كان دايما لما بيكذب مناخيره بتطول. فلا، الكذاب بيروح النار، فنبطل كذب بقى، لان النادي الاهلي هيظل دائما النادي الاهلي، وهيفضل طول عمره النادي الاهلي. طيب خلينا نروح ل خلينا نطلع فاصل الاول، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن اخبارنا، وبعد الاخبار ان شاء الله هيكون معانا فقرتنا الثابته والاساسيه الحقيقه اللي بيكون معانا فيها نقادنا الرياضيين الكبار، استاذ جمال الزهيري واستاذ محمود صبري، الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، والاستاذ عصام شلتوت. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن اخبارنا واخبار البيت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الفريق يؤدي تدريباته استعدادا لمباراه ايسترن كامباني ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. ادى فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي مرانو مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراه ايسترن كامباني التي تقام في تمام التاسعه من مساء بعد غدا على استاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر. هذه المباراة ستكون ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز. ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي عقد محاضرة نظرية داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إيسترن كامباني، وعقب نهاية هذه المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات لكرة القدم. وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس، وواصل حسين الشحات لاعب الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها خلال الفترة الماضية. كما واصل طاهر محمد طاهر تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي. اتحاد كرة القدم قال الكاف يعتمد حصول الأهلي على رخصة الأندية المحترفة. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين اعتماد الكاف الأندية الأربعة المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وعلى رأسها النادي الأهلي ثم الزمالك وبيراميدز وفيوتشر كأندية حاصلة على رخصة الأندية المحترفة. استاد القاهرة يطالب الاتحاد الكرة بإنهاء المباريات في العاشرة مساء. طلب مسؤول هيئة استاد القاهرة من اتحاد الكرة إنهاء المباريات التي يتم إقامتها على ملعب استاد القاهرة مبكرا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. اتحاد كرة القدم بيقول أو سيتم فتح باب القيد للموسم الجديد أول سبتمبر المقبل، وفيتوريا بيزور فيوتشر وسيراميكا ويجتمع بعلي ماهر وأحمد سامي. زي ما حضراتكم شايفين أن فيتوريا يعني بقاله فترة بيلف الحقيقة على كل الأندية سواء أهلي زمالك بيراميدز اتحاد فاركو، لف كثير من الأندية وسيواصل جولته الحقيقة خلال الفترة القادمة. النهاردة من بالمناسبة الزمالك بيفوز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء ويصعد للدور التالي في بطولة كأس مصر. كلاتنبرج وفيتوريا وميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي والمدير الفني للمنتخب الأول ورئيس لجنة الحكام كلاتنبرج كانوا متواجدين في المدرجات وكانوا حريصين على أنهم يتفرجوا على هذه المباراة.
الحقيقه عجبني جدا نشاط كلاتنبرج اللي موجود في مباراه الاهلي السابقه امبارح، وايضا كان موجود او كان هيبقى موجود في مباراه النهارده، وهيبقى موجود في المباراه السابقه كمان ميكالي، ووجود الكابتن عصام الحضري والكابتن وائل رياض متواجدين في الجهاز المعاون لمستر ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخبنا الاولمبي، وكلاتنبرج وايضا فيتوريا كلهم كانوا متواجدين. من ضمن الاخبار الجيده الحقيقه منتخب مصر يقترب من مواجهه الارجنتين وديا في اكتوبر المقبل، وغالبا المباراه دي هتبقى خارج مصر. جمال العلام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج، وبعدها على طول كلاتنبرج بيعقد محاضره نظريه مع الحكام. اخر خبر معايا تفاصيل معسكر رجال يد الاهلي في اسبانيا والبوسنه. طبعا اهتمام كبير من مجلس اداره النادي الاهلي بكل الالعاب، يعني ما عندناش كرة القدم فقط ولا سلة فقط ولا لا، بكل الألعاب الحقيقة. فتفاصيل معسكر رجال اليد إن شاء الله في أسبانيا والبوسنة، وتوجهت طائرة الفريق إلى العاصمة التركية اسطنبول، ومنها إلى العاصمة مدريد قبل الانتقال إلى مدينة ليون التي تبعد 4 ساعات عن العاصمة. معسكر الفريق استمر في أسبانيا من 16 ل 23 أغسطس الجاري، تتخلله مباراتين وديتين أمام فريقي أتلتيكو و أوديمار كلوب قبل السفر إلى البوسنة لخوض 4 مباريات في البطولة الودية التي تقام هناك في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري. الأسباني دانيال جوردو مدير فني الفريق حرص على تجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد. كل التوفيق. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الأهلي هيلعب في منافسات بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب في المملكة العربية السعودية. كل التوفيق، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بيسير في كل الاتجاهات سواء نواحي انشائيه، وان شاء الله قريبا جدا هنعمل لحضراتكم حلقه عن ما يحدث في فرع التجمع الخامس. خدوا بال حضراتكم مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس هيكون من المقرات الحلوه جدا زيه زي بقيه المقرات. كل مقر من مقرات النادي الاهلي المختلفه اللي موجود في كل الاماكن تحس ان هو له، يعني اللي بيروح الجزيرة عارف ايه أحلى حاجة في الجزيرة وعبق التاريخ اللي موجود هناك، ونادي الأهلي اللي في الجزيرة يعني بالنسبة للشيخ زايد وكمية التطوير والتحديث اللي بتحصل في الشيخ زايد، أيضا مدينة نصر، ودايما حلاوة مدينة نصر ده بتبقى دايما مقر النادي الأهلي في مدينة نصر حاجة مختلفة. أما اللي بيحصل في الشيخ زايد في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس إن شاء الله قريبا جدا، يعني احنا مستنيين إن حاجة تبقى باينة واضحة علشان نوريها لحضراتكم، حاجة مفخرة وحاجة جميلة جدا جدا لكل أعضاء النادي الأهلي، ومش أعضاء النادي الأهلي فقط وأعضاء الجمعية العمومية، ولكن لكل محبي النادي الأهلي والرياضة المصرية بالمناسبة. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا نقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، ثم أخيرا الأستاذ عصام شلتوت، هيكونوا في ضيافة البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره نقدنا واستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام، الله يخليك. نقدنا واستاذنا ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن منور الدنيا. تمام ربنا يخليك. استاذ عبد الحكيم ابو علم نقدنا ايضا وصديقنا بقى. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه لقيتني وانا بلعب؟ طبعا يا كابتن. لا انا غطيت حضرتك في حرس الحدود. ايه ده؟ اه والله العظيم بجد والله؟ اه طبعا استاذ محمود اهو. استاذ محمود بقى يعني واستاذ جمال وطبعا استاذنا الاستاذ عصام. عفوا كابتن. يعني كان لحيت حضرتك في اخر فتره اللي كنت فيها في الحرس السنه كنا بنبطل. لكن دول اساتذتنا يعني لانهم كانوا يعني ربنا يديهم العون. طبعا هم لسه صغيرين. اه طبعا انا وانت اكبر اثنين. احنا كنا بنغطي واحنا لسه في اللفه يعني. غطينا بدري. اه كانت لحاف ولا كانت لفه كفوسه الكوره كده كام لفه الاول تسخين. على رايك. طيب خليني ابدا مع حضرتك يا استاذ جمال وكلام مهم جدا، وخليني ابدا النهارده. انا عايز اخد ملف التحكيم النهارده. هل هناك محاولات لافشال الخبير الاجنبي كلاتنبرج منذ البدايه من وجهه نظرك؟ لان انا الحقيقه من امبارح وده هيبقى سؤال بعد كده. ليه انا بقول كده؟ لانه
هناك بعض المحسوبين على ناس معينه او على الكابتن عصام وبعض الاسماء الاخرى مطلعين امبارح بيقول لك اصل ان ركله الجزاء خطا بتاعه النادي الاهلي وما كان يجب ان هي تحتسب، ومنذ ان كان الخبير الاجنبي او منذ ان وطأت لا ما جاتش في ايده يعني ده بقى الافضل بس لما نبدا يعني فمن ساعه ما جه مصر الحقيقه وانا شايف ان هناك محاولات زي ما حازم امام كابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم قال يا جماعه احنا عارفين ان هتحصل علينا حرب من جوه ومن بره من جوه يعني من جوه بين الحكام يعني بينهم وبين بعض ومن داخل الرابطه كمان من داخل الناس وهذا مدير الرابطه اللي هو ثروت السويلم عامل بيدينا يعني راجل بيطلع علينا لاطلاله الموسم شكل الدوري الجديد وشكل الكاس ويا جماعه انا ضد اختيار اجنبي لاداره اللجنه ايوه بس يا فندم معلش ده رايه هو حر لكن هو ليس راي الرابطه خلي بال حضرتك بس يعني هو راي شخصي هذا مسؤول يا كابتن مسؤول يا كابتن ما تقولش مش راي لا مسؤول يا كابتن بعدين هو عارف امتى ان كلاتنبرج جه ولسه عارف دلوقتي لا عندما سئل راي شخصي لا ده بيتكلم عندما سئل يعني تبع الرابطه ايوه هو تصريح رسمي تبع الرابطه اوكي لا انا ما فهمتش كده لا ما فهمتش تصريح ثروت سويلم على شكل كذا وكذا وكذا وراح مدي في حته في الاخر قال لك ايه وانا مستغرب احنا عندنا كل الكفاءات دي وبنجيب حاجه من بره هو احنا عندنا كفاءات الحقيقه هذا الموضوع هو موضوع حقيقي 100% نعم قال جمال غندور مع حفظ الالقاب لان جمال غندور عصام عبد الفتاح وكابتن سمير عثمان اوكي طبعا ده اللي جمال والثلاثه الحقيقه كان لهم دور فتره من الفترات اعتقد لا كابتن سمير لا كابتن سمير قعد فتره قليله قوي كابتن عصام لا ما جاش ثلاث اربع ايام لا ما جاش جاء كده ترديدا مع كابتن سمير ايه كابتن سمير ايه ما تولاش تولاش يعني كان لسه لم يتولى كابتن سمير جاي كابتن سمير جاي كابتن سمير ما جاش طيب فهل هناك محاولات لل لا هو الغريب للافشال قبل لا هو طبعا في اصلا توجه من الاول من قبل ما يجي كلاتنبرج او يبقى في فكره مدير او رئيس لجنه اجنبي في كلام كتير ان الحكام مستكتره على نفسها يعني اللي هم الناس اللي اصلا عندهم طموحات ان هم يمسكوا لجنه الحكام ان ده هيسيء للتحكيم وانا مش بتكلم بقى على القصه دي انا بتكلم على قصه الهدف اللي كان واضح جدا وحتى كابتن عيد مرزيق اللي هو المدير الفني لمصر المقاصه ومدير الكوره كمان هو بنفسه قال ان التحكيم في هذه المباراه كان تحكيم جيد جدا وان كسبنا لا وان ضربه الجزاء صحيحه 100% بداها من ان هو ومدير الكوره كجهاز لما عرفوا اسم الراجل وائل فرحان قالوا ان لا ده ولا بعد المباراه ده يعني بقول لك يعني الناس بدأنا كمان بثقه في الطاقم خلينا نتكلم على ما بعد المباراه انه اللعبه واضحه جدا برضو انا مستغرب شويه تصريح كابتن جمال غندور مع كل احترامي ليه يعني وتقديري لانه هو بيقول اذا كنتوا من البدايه في توجه ان انا ما اقولش حاجه ضد منتهى الخطوره على فكره كلام انا معلش لا يعني لو هو قال رايه في ضربه الجزاء لا بس حضرتك اكمل العباره لانها في منتهى الخطوره ده قال اذا كان في توجه لتوجيه لا لاحتساب ضربات جزاء الاهلي لاحتساب ضربات جزاء لصالح الاهلي ايوه انا بقول لك قالها كده يا كابتن فخر التحليه بتاعتي لان انا مش كده وانا بس اللي عايز اقوله انه السؤال اللي كان موجه للكابتن جمال مش كده خالص فمعنى ان هو يستبق ويوحي باشياء معينه يعني هو لما يبقى فيه ضرب الجزاء الحكم يحتسبها ولا لا ماليش دعوه بقى بالتوجهات والنوايا يعني هو برضو معلش انا برضو كالعاده هاخد الطرف الاخر علشان وانا اللي الناس بتزعل مني كابتن جمال غندور ولكن انا لازم اقول ان ناخد اسم الطرف الاخر الكابتن جمال قال هذا الامر فعلا انا اولا ما سمعتش قاله ومتشير في كل أوكي. حته حضرتك سمعته بودي ايوه يعني. طبعا زي الفل فمعنى معنى هذا الكلام معنى ان هو كابتن اسلام يقول هذا الكلام هي دي مش اجابه على سؤال اللي وجه ليه هو بيتسأل عن الألعاب اللي في المباراة اللي هي تستحق التحليل يا سيدي حلل وقول رأيك بس ما تلمحش
من البدايه ان في توجه ولا تعيش دور البطل. ايوه ولا غير توجه اخبط بقى. يبقى اذا هو الكلام هنا بقى لما يبقى النادي الاهلي بيطالب بحقوقه يا كابتن اسلام في موضوع التحكيم يلام على انه بيطالب، ولما حد يلمح بهذا الشكل يبقى الموضوع عادي. يعني هل النادي الاهلي دلوقتي، انت عارف انا زعلان ليه من اداء الاهلي في المباراه دي مع كل الاحترام أوكي. انه احنا وصلنا او لعيبه النادي الاهلي وصلت صح. الامر الى انه يبقى متوقف على ضربه الجزاء أوكي. انت لا عندك لا يا استاذ لا استاذ يعني انا بقولها يا استاذ جمال هي في الاخر ركله الجزاء لا لا معلش حق ولا لا ركله الجزاء حقي ولا مش حقي هي حق ولا لا هي دي الحق طبعا ده اللي عايزين يعملوه ان انت في نسخه زي ما اعترفنا واداره النادي قالت هناك ما يمكن اصلاحه وشغالين على اصلاحه لكن اديني حق انت مالك بالظبط ولو وبعدين في برضو احد الزملاء قال ان النادي الاهلي واخد اكبر تسيب له خالد طلعت أكبر عدد من ضربات الترجيح. السؤال هنا لو النادي الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أي نادي من حقه إن هو يبقى له ضربات جزاء، طب إيه المانع ما تحسبها له؟ شوف يا رب واخد 100 ضربة جزاء. لا وأنا مش متعاقد في الدوري الجديد إن أنا يبقى ليا 5 حسب أو ليه 4 حسب الباكج بقى اللي أنت مختاره. ولو ليك ضربتين لا ولو ليك 3-4 ضربات جزاء أو 2 في المباراة المفروض إن هم يتحسبوا طبعًا. بصرف النظر طبعًا. بقى عن بصرف النظر عن لون الفانيلا بصرف النظر عن النادي الأهلي بصرف النظر عن النادي الزمالك بصرف النظر عن النادي الإسماعيلي بصرف النظر عن أي حد بالظبط. لكن هي في هو ده يا كابتن إسلام الشق الموضوعي إذا كانت قضية بقى احنا هنتكلم على القضية الشق الموضوعي في الأمر إنه ليك ضرب الجزاء ولا مالكش. سيبك بقى إيه الأداء لا ما اتحسب مرة واتنين والله الحكم بيحسب. يعني في حكم المباراة اليوناني اللي حسب ضرب الجزاء للزمالك في الثواني الأولى تمام وضرب الجزاء خلاص. وتمام التمام في ضرب الجزاء يا سيدي والحكم شايف انها ضرب الجزاء طبعا. يبقى اذا وحضراتكم مش قلتوا في هذا البرنامج او يعني في الفقرة حتى التحليلية في الاستوديو التحليلي اتقال هذا الكلام وعلى الهواء مباشرة ان اعتقد فاركو في مباراة فاركو اتقال ان نادي فاركو يستحق ركلة الجزاء طبعا. ايوه ايه المشكلة على فكرة جدا. وعلى فكرة احنا على فكرة ما عنديش مشكلة يعني عادي جدا لا وفي الـ 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 الهدف اللي اتلغى اللي هو بتاع حامل المساعد الحكم اللي اسمه ايه اللي مساعد المصري كاس العالم رامي ربيع اللي هو رامي ربيع محمود ابو الرجال لما اتحسق لما اتلغى الهدف كلنا سقفنا حد اعترض ده الناس كلها بما فيهم الاهلاويه اولهم ده في الاهم اشادوا بقرار ده في الاهم من هو ده اللي انا بقوله يبقى اذا لكن شكل الفرقه عامل ازاي يا استاذ محمود شكل الفرقه عامل ازاي ما حدش يا جماعه عندنا ليكش دعوه انت بالحدوته لا لا يعني لا طبعا هو اي حد مهتم سواء بيحب لا لا الحكم يعني لا الحكم بالظبط كده دعوه انت مالك انت مالك انت الاهلي وحش ولا الاهلي كويس على فكره احنا عارفين لا ده انا بكلمك عليا انا نفسي وانا شخصيا وانا بتفرج النادي الاهلي محاصر مصر البقاصة 90 دقيقه كويس وفي فرص يعني انا عجبني جدا الكلام اللي انا سمعته امبارح في الاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي كل الخبراء او كل الناس اللي كانوا موجودين اتكلموا في جزئيه ان انت هاجم وضاغط وعامل وكل شيء عامله صح انما الحلول الفرديه كانت مفروض تطلع من لاعب او اتنين انت خلاص ما انت بتلعب جوه منطقه جزاء مصر المقاصه بالظبط كده فالنواحي الفنيه دي قضيه ودي قضيه كلنا حاطين ايدينا عليها دي قضيه ودي قضيه ياسين بن منصور كابتن محمود الخطيب كل ده بقى بالظبط حاطه ايديها على ايه اللي بيحصل وعارفين كويس قوي ايه اللي وجاري الاصلاح وجاري الاصلاح بالظبط كده لكن هل ده معناه يا استاذ محمود ان انا لما يبقى ليا ركله جزاء صحيحه 100% 100% مش بقول 99 بالمناسبه 100% ولا يتم احتسابها ان انا اطلع اقول يا جماعه عاوز الحقيقه ولا مش عاوز انا عايز الحقيقه طبعا انا عايز الحقيقه طبعا الاهلي لا هيتغير لا النهارده ولا بكره ايوه طالما انت لا تملك صوتا يسمعه الجميع يجد البعض فرصه لكي يصنع لنفسه بطوله بالنيل منك صحيح وما يحدث الان بامانه شديده اصبح الاهلي بامانه شديده وانا بقولها في منتهى الحزن مطيه
لهؤلاء للمتردية والنطيحة وما أكل السبع زي ما يعني ربنا سبحانه وتعالى الجيفة. لما يخرج علينا الكابتن جمال غندور وفي منتهى الغرور ويقول لك لا انت عاوزين تفرض يفرض عليك ايه يا اخي انت راجل كبير ما صحش تتكلم عن النادي الاهلي بالطريقه دي. والاهلي لا ينتظر المجامله اللي مستني يتحسب له ضربه جزاء. الكابتن جمال الغندور له حق الرد لو عايز يعمل معانا كده يعني معانا مداخله. ده انت كنت في الاستديو التحليلي بتاع البين سبورت في كاس الامم الافريقيه مش عاوز اقول هشام الخاصي كان بيبص بصه كده في ماتشات الجزائر طيب. والمغرب والتفاصيل. الكابتن جمال الغندور له حق يعني الرد يا جماعه لو عايز يعمل مداخله بما ان الاساتذه زعلوا. رد يا ريس انا مستعد رد هو يجي يتكلم معايا ورد عليا انا مستعد له ومنتظره على فكره لان انا اقدر اقول عنه اللي هو ما يعرفش عن نفسه. انا كراجل ليا 30 سنه في المهنه عارف جمال الغندور كحكم واحكي له مواقفه كلها مع الاهلي. هو بس عشان ايام اتحاد جده في كاس السوبر المصري السعودي وضربه الجزاء اللي اتحسبت وخساره الاهلي في استاد القاهره والدنيا كانت كلها واضحه ولا كان في فار ولا كان في اي حاجه. بس هو قال بالنص كده قال ما طالما في اتجاه عام ما تاخدوش رايي. كان كابتن سيف لا صح. ما هو لا ما السؤال برضو كان على ايه لا لا. كابتن سيف كان بيسأله على الاهلي كابتن سيف بيسأله على الاهلي بيقول له على ضربه الجزاء ان كل الناس قالت ان هي ضربه جزاء فهو راح رد عليه قال له كده بالنص قال له طالما هو بيقول له لسه هيقول له لا راح قايل له ايه طالما في اتجاه عام ما تاخدوش رايي. انا برضو مش فاهم انا ايه موضوع الاتجاه العام. الاتجاه العام هو الناس عايزه تودي على الاهلي الاتجاه العام للاهلي يعني انت يا جماعه لا شوف انت لا ما ده برضو في منتهى الخطوره انت بتلبس الباطل وعاوز تعمله حق هو الموضوع العكس وهو الفريق اللي عانى وما تكلمش وسكت ولما جه يتكلم وجات اتحاد الكوره اللي هو مسؤول طب هو لما ان هو شايف انه التحكيم الاجنبي او اللي حواليه ما يطلع ينتقد رئيس اتحاد الكوره طب ما يطلع ينتقد حازم امام اللي هو صاحب الفكره هو بس كده انا بكلم لا يطلع ينتقد اتحاد الكوره يقول قراره خاطئ طيب يا جماعه هو بيقول ايه مثلا الكابتن عصام عبد الفتاح يقول لك ايه لا عندنا وكان ممكن يجيب ناس احسن من كلاتنجبرج المشكله في فكره ولا كلاتنجبرج احنا قلنا ايه يا جماعه سيبوا كلاتنجبرج على جنب وهاتوا لنا حد تاني غيره ما دام كلاتنجبرج راجل احنا لهم كده هنا حلقتين راجل ملازم وفي عندنا حد تاني عنده اعلى من كده لما يبقى لما اتعملت الفكره كابتن اسلام وتعاملت مع الاهلي اللقطه في الاستوديو التحليلي لما اتحسبت ضربه جزاء لما يجي الحكم الاجنبي حسبها قال لك ايه؟ قال لك الزمالك ليه ضربه جزاء في ماتش التعادل بتاع 2-2 قال لك الزمالك ضربه جزاء بتاعت زيزو او اعتقد مش عارف ولا عاشور قال لك في دفعه وتم الاتصال بالناس في التحليل قولوا الكلام ده عشان نحرق مين؟ نحرق فكره المدربين الاجانب ما هو الراجل يعني بيدينا حكام الاجانب حكام الاجانب والمشي دي معلومات يا استاذ محمد طبعا اتسربت واتقالت قال فلان قول كذا انت بتدافع دلوقتي عن مين؟ عن سمعه التحكيم المصري اصل شوف كلام محمود يعني هو معلش هو ايه هرجع لك يا استاذ عصام معلش بس هو ايه سمعه التحكيم المصري هو معلش هو احنا يعني عندنا يعني حضرتك سمعه المدرب المصري ما اهتزش لما جبت بالظبط كده برافو عليك لا لا انت ختمنا على لسانك لا لا كابتن فضل. لا ده غير محمود مرتكز على حاجه مهمه اتفضل انتوا بتقولوا ايه وانتوا اللي بتقولوا ده وانتوا استنفذتوا مرات الرسوب كابتن عصام كابتن جمال جم اكثر من مره غير مره اهو باللغه العربيه الفصحى ليقودوا التحكيم بعنوان اسمه نطور التحكيم ولم يتطور ثم انت في الاثناء بتلقي بكلمه افتتاح ويا حبذا لما تجمع الفرقاء دول عمرهم ما اتفقوا محمود يا استاذ جمال مش كده جايين يتفقوا يا ريس بيتفقوا بقى ولوبينج معمول علشان تخبط في الراجل بس تخبط في الراجل ايه بقى وتروح على الاهلي طب انت ليه ما روحتش لجمال علام اللي قال كل الانديه تقدمت بشكاوى مره من التحكيم طيب هل معلش برضه عشان ما حدش يفهم كلام حضراتكم غلط هل ده معناه ان احنا لو كلاتنبرج حسينا ان هو اخطا مش هنقول مين اللي قال كده ايوه لا ما بس لا لا دي نقطه مهمه علشان كل جمهور النادي الاهلي بس كلاتنبرج في حاجه كابتن اسلام برضه كلاتنبرج ده ملوش يعني من الاخر حتى لو غلط هو طبيعي هيغلط يعني ايوه لا انا مش قصدي بس انا بس عشان ما اقول لك توجه إيه؟ لما الناس توجد احنا لو لا قدر الله حصل حاجه بعد كده هنقول ان انت كان لازم تعمل كذا وكذا وكذا فيقول لك ما انتوا لسه قايلين في القعده اللي بتقعدوها انت فاهم الكلام يعني طبعا يا كابتن اسلام دلوقتي انا بدرس ما انا عاوز احطك في ايه ازنقك في حته واشتغل فيك في كل حته هو ما بس هل ما يسيبوه يشتغل كل مره ارمي لك ايه ارمي لك حته على فكره صح. هو استاذ عبد الحكيم بيقول كلام هل هيسيبوه يشتغل بص اقول لك انا الفقره التحكيميه اللي بتعمل في اقول لك الاهم من كده هتشتغل على ايه اقول لك الاهم من كده الراجل خلينا بس دي مهمه نفهم كل الفقرات اللي موجوده في كل برامج هتشتغل على الراجل ده ان هو حاول يفشلوا اي غلطه اي غلطه اللي هم كانوا
نفسهم هم كرؤساء لجنه التحكيم كانوا بيقول لك ده غلط. بس كابتن حازم امام قال كده يعني او قال ما يخص هذا الكلام ان انا ان هم المفروض عارفين ان ده ممكن يحصل. قال الاستاذ جمال علام النهارده في تصريح خاص ليا قال لي سنحارب من الداخل والخارج اهو كمان تمام، ولكننا مش هنجيب خطوه واحده لورا. احنا باذن الله لان انا كنت بقول له زي ما انتقدتكم انا بقول لك انتوا عاملين قرارات امبارح صحيح من جوايا بقول افلح ان طبق، وانا مطمئن لحضراتكم انكم ان شاء الله هتطبقوا، وبالتالي انا اللي بقول لك اهو حقك ان انا اقول حاجه جميله اتعملت. انا ومش انا بس، كل زميل بيحترم بلدنا وبيحترم الصناعه العظيمه دي. فالراجل قال لي مش هنتحتح. غير كده بقى انت لو انت في قناه الاهلي وانت في برنامج عام، انت ليه ما انتقدتش جمال علام وتقول له انت ازاي تجيب كلاتنبرج؟ انت ليه ما انتقدتش البورد بتاع مجلس الاداره؟ انت ليه ما انتقدتش الصوره اللي الخواجه نفسه واطمن حكيم في حاجه دلوقتي لما قال لهم راحوا جايين من الثورين 19 واحد، راح قال هو مفيش خمسه كانوا مقتنعين بالمشروع اللي شغالينه مع الراجل اللواء عبد الفتاح، ازاي كلهم جم يتصوروا معايا؟ ده راجل انجليزي فاهم اللي هيحصل. عشان كده حكيم يعني بعتبر انه جزء من الجمهور اللي هو قلقان من سؤاله. لا، الراجل هيشتغل لان هو عنده باور. ايه هو؟ عنده حكام ظلموا كثيرا، هو ده بقى شبان ولعبهم، والنهارده في الاجتماع قال لهم اغلطوا وساحميكم. عندنا لكن تعلموا حكام وعندنا كفاءات رائعه، وحضرتك قلت هذا الكلام قبل كده استاذ جمال، استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، كل انا نفسي قلت هذا الكلام ان احنا عندنا كفاءات رائعه ولكن تحتاج الى ممكن جزء هو العداله والعداله والجزء الجيد وجزء ثقه، لانه هل ينفع ان احنا نقعد كل ده من غير ما يكون تحكيم المصري؟ شفت محمد علي النهارده واحده بس هقولها لك، الراجل قال لهم انا عايز منكم تطبقوا الى نهايه الدوري 10% من اللي بنقوله. النهارده حاجه واحده بس اتطبقت من الاجتماع الرائع، ده كويس جدا، الالتحام المشروع. سابوا محمد علي في ماتشات اخرى مستحيل صح أوكي. خاصه يعني في اللون الاحمر اي حاجه تيك، لكن النهارده كان حاجه يعني حاجه حلوه من محمد يعني عادل الحقيقه الالتحام يعني المشروع. دليل ايه؟ ما ده نتيجته ايه اللي حصل؟ التحكيم المصري برضو ايه السبب؟ عمل لك مشكله في ايه؟ انك يعني انت لما دخلت في المعترك الافريقي الحقيقي في نهائيات امم افريقيا بالكاميرون وحتى في الماتشات والماتش الفاصل مع السنغال، انت مع كل كوره لما تحتك وتقع بتبص للحكم، بتبص للحكم ومش عايز تقوم لما يحصل. الحكم هو يديك حاجه، الحكم مش هيديك حاجه لانه دي لعبه قايمه على كده. فانا عايز اقوله قاعدين النهارده بنتفرج على ليفربول ما انا عايز اقول حاجه كده زي الحكم مش موجود. بص يا كابتن حسام، الحكم مش على فكره نجاح الراجل ده مسؤوليه اتحاد الكوره اوكي، ومسؤوليه اتحاد الكوره في حمايته والاعلام، لانه الدفع بوجوه جديده والاهميه والتركيز على تحسين اداء الفار وسرعه اتخاذ القرار. لانه النهارده حصلت حاجه برضه لما حسب ضربه الجزاء محمد عادل ما رجعش للفار حتى لو كان بيكلمه، خد القرار من غير ما يرجع. راح لاحظ الحته دي امبارح في ضربه الجزاء يبقى في اختلاف. انا بكلمك اهو امبارح في لحظه ضربه الجزاء الاهلي ما شارش لضربه الجزاء. ايوه يا فندم يبقى في اختلاف، ما ناخد بالي ايمن انا بكلمك، لكن النهارده ما كانش فيها. وكابتن محمد عادل حسب ضربه الجزاء في ماتش امبارح في برضه ضربه جزاء على المقصه، قبل ضربه الجزاء دي الواد الكره نازله خدها بايده حضنها كده وسابها واضح يعني. بص واضحه لو انت شفتها في الماتش هي تقريبا اللي حصلت النهارده، نفس تقريبا اللي حصلت النهارده وعدت ومحدش وقف. اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ يعني الناس اللي بتقتدي وبامانه شديده وبتقول رياضه ومش رياضه، انت من الذكاء بدل ما تطلع يا كابتن جمال ويعني وتتكلم كده فيها نوع من الطاووسيه العاليه كده وانت يعني شايف نفسك بتقول للاهلي يعني انت ستنال من المشهد العام وتحاول تلصق بالاهلي ما ليس فيه. لا مش بالعكس، انت بتخسر ومش هتقدر تعمل حاجه، ولو عملت ولو رحت فين ولو لفت الايام وجيت ايوه برضه موقفك صعب برضه استاذ محمود، لانه هيبقى عليك علامه استفهام كتير جدا. الاهلي ان شاء الله مره ثانيه لو الكابتن جمال الغندور له راي في هذا الامر او حابب ان هو يعمل مداخله مش هيرد على اسبانيا يا جماعه. ايوه يا جماعه هو بيتكلم مهنيا، لازم اقول لازم الكلام ده يتقال. اي استاذ كابتن جمال الغندور له حق الرد على اي حد قال عليه حاجه هنا، له حق الرد على الهواء مباشرة حسما للنزاع. اتفضل. الموضوع ليس كابتن جمال الغندور في حد ذاته، القضية بالنسبة لي أنا شخصيا أنه ما ينفعش هو كراجل حكم كبير أنه هو يطلع يلمح
الى انه هناك اتجاه معين ان النادي الاهلي بيعيش على اتجاه دي افضل صح وصف. لا دي افضل وصف الاهلي لا يعيش على اتجاه بمعنى في البدايه بمعنى الاهلي لما بيبقى غلطان لما بيبقى مستواه مش كويس فنيا بيعترف سيدي ما الاهلي جاب حكام اجانب وهزم ولم يصرح بشيء يا استاذ عصام لا وهذا ليس كارت بلانش لكلاتنبرج انه يخطئ ان انت مثلا مؤيده لا انت بتتعامل مع كل حاله حسب بصرف النظر عن الاسماء وبمناسبة الناحيه الفنيه هو في اكتر من رئيس النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قال احنا عارفين ان احنا عندنا مشاكل فنيه بس وان احنا ما بنتكلمش عن التحكيم في اكتر من كده تحكيم قضيه هل ينفع ان انا يطلع بعد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يقول الكلام ده ما هو ما ينفعش لانه ده الرجل المسؤول عن 60 70 80 اهلاوي وموقف الاهلي كمان في موضوع التحكيم يا كابتن مش مرتبط باللي حصل مثلا اخر 3 4 5 ماتشات مرتبط بان انا بقالي سنتين عدد كبير جدا من النقاط بفقدها بسبب الاخطاء التحكيميه السنه اللي فاتت 16 نقطه السنه دي لغايه دلوقتي 14 طيب وفي الناحيه الثانيه انت بتدي غيري من 10 ل 15 نقطه كل موسم وانا بخسر مني مثلا 14 16 نقطه فده اللي بيتكلم الاهلي مش بيتكلم على النهارده والراجل الخبير الانجليزي ما دورت انه يغلط ايه المشكله فيه ما يغلط ما دام في غلط بس هل غلط متعمد هي دي النقطه انا مش بتهم حد بس يعني هو مش منطقي اللي بيحصل يعني ما تقوليش مثلا منطقي ان انت كل اللي بيحصل ده على مدار موسم بس مش منطقي انا الحقيقه بالنسبه لي مش منطقي ان واحد يبقى عامل رجله كده والتاني يجي من رجله كده بنعل الحذاء ويضرب في الرجل دي وما تبقاش ضرب ما تبقاش ما هو ده بالنسبه لي انا بقى اليوم ده بالنسبه لي يعني انا اذا كنت مثلا 95% شاكك في الامر فعندي 5% اليوم ده ما عنديش 5% ليه يا فندم لانه ده انا جاي في وش بتاع كده الحكم يعني ساعتها كان كابتن محمد عادل على ما اتذكر في ماتش المقاولين وحمدي فتحي رجليه ثابته يعني اللي هي الايديال بتاع الكارت الاحمر لا مش بعد الشر عنه لا لكن هي الايديال بتاع الكارت الاحمر تعليميه اللي هو لما تيجي تعلم واحد كارت احمر ازاي تعلمه على اللعبه يقول له دي اول واحده دي اول لعبه لكن ده ما حصلش ده حتى يعني اللاعب ساعتها ما خدش انذار فصح انت كلامك اللي انت بتقوله ده انا مش عارف احنا هنفضل كده لازم نفضل كلنا في ظهر هذه التجربه لغايه حتى لو في حد بيحاسب والله العظيم بتكلم بجد لو في حد بيحاسب على كلمه الاحتواء الكلمه دي اقسم بالله العظيم الدوري المفروض يتلغي وروح الفار لا كلمه الاحتواء اللي حصلت روح الحكم روح البروتوكول الحكم يحتوي فريق عشان خساره ده المفروض الدوري ده يتلغي قال لك دي بتدرس ده قال ده بتدرس مانجمنت مانجمنت اوف ذا ماتش الاداره بتاع المباريات ما سمعناش اصوات يا اخي مواقف غريبه حصلت قبل كده هي ترجمتها كده ده لما سواريش سلم على لاعب لا اقول لهم هم يا استاذ جمال انا عارف يا استاذ جمال قال لك هو ينفع المدرب طب هل يتخيل ان في حد يروح يكلم لاعب انت هتلعبه الماتش اللي جاي وبالاعتراف وعادي جدا ما حدش طلع عقب النهارده خالص محدش عقب والاهلي سواريش كان اول ماتش الراجل بتروجيت طب حد عقب على توقيع بروتوكول بين ناديين في نفس المسابقة؟ حد عقب؟ لا محدش عقب بيعلن توقيع بروتوكول ايه؟ بروتوكول ايا ما يكون بقى ممنوع منعا باتا في المسابقة اللي تحتها اللي بعديها لكن بص يا كابتن اسلام الأزمة أن هناك مصلحة اسمها لا أحد يأتي على التورتة دي عشان مصر فمصر طبعا هم ولادها فقاعدين جنبها يا عيني معطلين نفسهم ومصر حاولت مره واثنين وثلاثه تعمل من عندياتها حاجات وتدي ده اداره البيت وتدي ده اداره البيت مفيش فايده طب يا سيدي مصر نفسها تفرح بيك وبقى روح اشتغل في الامارات وانت روح قطر وابعت لمصر حاجات يعني ابعت لماما مصر حاجات مش معقول تفضل قاعد جنبها انت كبرت ماما كده هتبقى زعلانه ماما مصر هتبقى زعلانه ما عندناش حد في كاس العالم من ولادها ما عندناش حد خبير تحكيمي في دوله او في كره الامارات ولا قطر ولا السعوديه لا هو خبير في المغرب والجزائر بس لكن يا جماعه وخلاص خلص الكلام لا لسه ما زال طيب هتشوف انا بقول لك خلص الكلام وواحد تاني قاعد 11 سنه بس الكارت بتاعه مدير فار لم يحكم فار ولا قبل الفار ولا بعد الفار يقول لك مدير فار ومدير مش عارف محلات ايه يا جماعه مصر
صحيح هي امنا، لكن هي كمان تعبانه مننا. مش معقول يعني، حاول انت تجتهد عشان مصر تفرح، فنلاقي لنا امتدادات في حتت. حد بقى يجاوبنا احنا ما عندناش حكم ليه في كاس العالم؟ لربما يكون برضو الاهلي. عارف الرد كان غريب قوي برضو من كابتن عصام. غريب قوي كابتن عصام كان ساعتها يعني بيقول له رد غريب، قال لك اصل هي يعني هي مصر وصلت كاس العالم في اخر. شفت المعايره بقى ايه الكلام الغريب؟ معلش المعايره في نقطه يا كابتن اسلام، هو كابتن عصام ليه بيرد على احنا هنا؟ ده في مثلا في فتره 15 يوم صحف الجزائر 15 يوم كاملين بتوجه له موضوع. طب يا عم رد يوم الثاني 15 يوم في صحف الجزائر ما ردش مره عليهم. هنا تحصل وقعه مع الاهلي في نفس اليوم. خلي بالك احنا وقتها كان هو رايح الكابتن عصام رئيس لبعثه الشباب، عمرها ما حصل يعني، انا عمري ما شفتها. ان انا حتى سالت اداريا هل ينفع رئيس لجنه حكام ينفع يطلع رئيس بعثه للمنتخب ولا ايه؟ ينفع حكم دولي مدير كوره في نادي السكه الحديد ومصار مع اسمهم ايه حكيم دول الصفقات الجديده. عادي جدا. ما هو عشان ابنه حبيبه. وبرضه يبقى جدته مصر، عصام افتح ابن مصر وهو جدته مصر. يا جماعه الموضوع، انا مره قلت لحضرتك في وجود اخواتي الاعزاء في حاجات مش هناخدها بجد، لكن الحمد لله ان الناس في اتحاد الكوره عشان برضه نديهم حقهم قرروا ياخدوا بالاقوى مش الاصعب. لانه ليه اصعب؟ ليه اصعب؟ ليه اوعى يصدقوا حد ده مش عارف ايه. وكلكم عندكم اولاد واخوات، خلاص هم دخلوا التحكيم. انت عديته كشف الهيئه خلاص، ما تقلقش عليه بقى، سيبه. اذا هو اللي غيره ما خدش نفس الادفانتج انه من غير اي حاجه يتمدي له الدخول، خلاص سيبه ينافس بقى. انت خايف عليه ليه؟ أوكي. انت كمان مش مكتفي بالقرايب اللي هم في البطاقه، انت عايز كمان تعمل لوبي تاني. لكن بالامانه يعني هناك حكام كثر شبان احبطوا وخطفت منهم كل الفرص، هم دول اللي جايين. وانا بقول لحضرتك كابتن اسلام طمن جمهور مصر على فكره، جدا القضيه مش قضيه النادي الاهلي، والا ما كان اشتكى اكتر من 16 نادي باعتراف الاستاذ جمال علام، ليست شكوى النادي الاهلي. وبالتالي لا، اللي جاي هم بس قلقانين. حتى ايه كابتن جمال ما عرفش يرتبها صح. يعني كابتن جمال اشطر من كده، هو غلطان وغلط غلط كبير غلطان بس. اللي عمله امبارح ولازم تبقى في موقف غلطان معاه. بس لا، الاهلي ما تلمحش عليه ولا ترمي، لا ما تستغلش الناس بتتعامل بادب وباحترام، مش ده جزايه الادب والاحترام. ما تستغلش النقطه دي كويس. خلي بالك الدنيا يوم لك ويوم عليك، واذا كنت في اماكن تانية ما تقدرش تفكر تفتح بقك، ما تستغلش انه الاهلي المؤسسة ما بتطولش لحد ولا بتجرح في حد، ما تعتقدش الموضوع ده ولا اسلوبها موضوع لا موضوع لا. البعض بيشوف لنفسه حاجه يا كابتن اسلام. أيوه. انك لما اشوفك راجل مؤدب محترم فرصه بقى ان انا انال منك. لما اعرف انك انت صوتك عالي بعمل حسابي 150 الف خطوه اروح فين منك يا استاذ محمود. وده كلام ما ينفعش ان انا اقوله، ولكن لا ما ينفعش ان انا كاسلام اقوله. كابتن محمود لما في وقت سابق يعني كنت بساله على امر معين يخص حد معين كان بيتكلم، قال لي اسلام احنا ما بنردش كده. قال لي اوعى ترد بهذا الشكل، قال لي اوعى ترد ولا تدخل نفسك في نادي الاهلي اكبر من الكلام ده بكتير بكتير جدا جدا. وناس تقول لك يعني، انا حتى كنت سامع حد النهارده بيتكلم اعتقد في مش فاكر فين، كان بيقول لك انه اصل الاهلي ولغه الصمت هي لغه العظماء، ستظل دائما لغه الصمت هي لغه العظماء. بس يا كابتن معلش، لان انا عمري ما هرد. لا معلش، عمر ما النادي الاهلي، نادي الاهلي مش اسلام، بتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي، وجهه نظري ان النادي الاهلي عمره ما هيرد على حد بالشكل اللي هو بيتكلم فيه. لكن انا عندي نواحي قضائيه، اروح للقضاء، عندي مشاكل اروح للنياابه، عندي مشاكل كذا. لكن هو ده اللي احنا اتعلمناه. نحتاج برضه، هو اللي محمود يقصد ان هم حاليا بيلعبوا في حته الثوابت بتاعتك. اللي يقصده الاستاذ محمود ان هو لما طلع يتكلم تلميحا اهو، حضراتكم رديتوا بما فيه الكفايه. بيلعبوا بواحد يطلع يعني هو في اكتر من كده رد مش عارف ايه. ده بتلعب في الثوابت، ما ينفعش ان انت تسيبه. ايوه بالظبط، بالثوابت بالظبط. تعالى حكم مثلا رؤيه في ضربه جزاء، اوكي اقبل بالظبط. احنا ياما قلنا على فكره، ياما قلنا هدف فاركو نفسه بتاع ضربه بتاع بيرسي تاو، اوكي ما عنديش مشكله. انت حر، رايح جاي دي وجهه نظر. لكن ما تلعبش في الثوابت تقول لي لو عايزين لا عايزين ايه يا كابتن. على الرغم ان انا بشوف انا العكس بقى. انا بشوف ان التوجه خلال الفتره اللي فاتت، التوجه الاعلامي يعني خلال الفتره اللي فاتت، ان النادي الاهلي عايزين نودي النادي الاهلي، وهم معروفين بالاسم هم مين.
عايزين نودي الاهلي فين؟ نودي النادي الاهلي ان النادي الاهلي يعني عنده مشاكل كتيره جدا 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 ويقول لك المشاكل جمال مثلا يعني جمال الزهيري، محمود صبري، اسلام كده يعني انت فاهم؟ مشاكل هو ما انا عايز انا عايز بس نوضحها برضو بسرعه جدا. الازمه الفنيه او الازمه اللي موجود فيها فريق الكوره بقى لها قد ايه؟ 10 سنين؟ لا 3 4 شهور. انا بسال بس سؤال كام شهر؟ 3 4 شهور، شهرين ثلاثه مثلا. هذه الازمه هي جت من ايه اساسا؟ لا هذه الازمه في عمر الازمات ما تعتبرش حاجه خالص يا استاذ جمال. ده انت كنت كسبان 5 وطلعوا يهاجموا موسيماني عشان دخل 3 اهداف فيك، ده غلط مش مختلف معاك. بس انت انت سايب اللي كسبان 5 وبتهاجم، بتكلم على اللي هو اللي رجع 3، بتهاجم اللي نجح ان يجيب 5 وسايب الخسران، وسايب الخسران 3 في ماتش ديربي. يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان الازمه في النادي الاهلي لم تصل الى مرحله الازمه. خلينا واقعيين. انت تقصد الشكل اللي بيوصلوه هو للناس مش للدرجه. طبعا لا مش حكايه للدرجه، هناك يعني مرحله فيها زي ما بيقولوا ايه اضافه وتغيير جلد ونجات لاعبين من انهاك دروب. لكن هم بيودوا ايوه في مشكله ماشي، هم في 3 شهور هم بيودوها في حاجه لا حل لها، وزي ما بيقول حكيم عشان يلعبوا في الثوابت. نحن نحتاج فعلا ان الجمهور يطمئن انه مع انتهاء الموسم ركب فرقه، خلص الكلام من الاخر، فرقتك ترجع لك الناس اللي خدوا الاجازات، صفقات جديده، خلص الكلام نهائي. سريعه من اللعب فيه، انا بقى لي 10 دقايق من معلش اخر حاجه، وهي دايما اخر حاجه حاجه برضو سريعه جدا من مساله اللعب في الصيد في المياه العكره اللي هو ايه. النادي الاهلي كان له موقف تجاه اتحاد الكوره وله طلبات معينة. على فكرة هي معلش عشان أنا سألت، له طلبات معينة تم تلبية هذه الطلبات. أستاذ جمال كان بيقول لك إيه بقى؟ مش يعني مش بيقول له اعمل لي. لسه ما كملتش والله يا أخي عشان نقفل. عشان الراجل عاوز يطلع فاصل. هو أنا هم اللي إحنا بنفاصل معاه. لا أنتوا بتفاصلوا بقالكم كتير. لا هي بس الفكرة إيه؟ النادي الأهلي له طلبات. لما تحققت هذه الطلبات وغير الأهلي رأيه أو موقفه، ناس هايصة في الموضوع ده. ويقول لك مش عارف ايه كلهم ورجعوا في كلامه، كلهم ما رجعوش في كلامه. لا يا استاذ جمال كل ده ما هو ده اللي انا بقوله بقى، اللي ده في اتجاه التوجه بقى. اللي ده في اتجاه التوجه من بعض من لا يحب النادي الاهلي ان هو رايحين ان هو النادي الاهلي اصله بيرجع في كلامه، بيرجع ايه ده؟ النادي الاهلي يشاور على زي ما حصل مع الاتحاد الافريقي يا استاذ جمال بالزبط. وده انا قلته في بدايه كلامي، ان النادي الاهلي يشاور على بعض الاخطاء، ان الاستاذ بالزبط. جمال عنده خطا كذا، واسلام عنده خطا كذا، والاستاذ محمود عنده خطا كذا. الاستاذ جمال لو ما لباش تم الحوار خلاص، هو حر. فالاستاذ جمال لبى لانه يعلم تماما بالزبط. ان النادي الاهلي عنده حق في كل الكلام اللي هو بيقوله بسبب ان بالزبط. هناك 18 نادي، مش هقول 17 الحق يطلع 18 نادي بيعانوا من 16 بس ماشي 16 16 نادي بس حلو 16 في ناديين فقط لا غير ما طلبوش تحكيم لمده سنتين. اوكي 16 أجل. نادي 16 نادي عندهم مشاكل برضو، هي النسبه السواد الاعظم في الموضوع صحيح. وبالتالي النادي الاهلي بيتكلم صح، فبالتالي يجب ان نلبي رغبه النادي الاهلي، وده عقل على فكره بالزبط. عقل زي ما حصل في اتحاد كره الافريقي. انا بوضحه بس عشان وليس هو انا برضو عشان تبقى حضرتك فاهم هو ليس انتصار على حد ولا على مين، انتصار على كده. هو النادي الاهلي شاور على حاجه وتم او الناس عرفت ان الحاجه دي صح، وبالتالي تم تنفيذها. الله ينور عليك. بطريقتهم في الاجمل من كده بقى. طب نطلع فاصل وبعد بس الفاصل في الاجمل من كده والله. جمله عارف ايه هي؟ هيروحوا يقولوا على الاهلي ان هو بيرجع يتفاصل عشان الفاصل. طب انت منافسك بيقع، ما تسيبه يقع، انت شاغل نفسك بيه ليه؟ ما تفصلش بقى، انا استنى بعد الفاصل خلاص. والنبي بجد اصل دي مهمه والله. طب اطلع انت فاصل، مش هطلع انا. طب خلاص والله فاصل، بس فعلا منافسك واقع، سيبه يا عم. يلا بينا على الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، وده سؤال لحضراتكم، كيف يمكن حمايه كلاتنبرج او الخبير الاجنبي اكس عشان برضو محدش يقول لك ها خلال الفتره القادمه في ظل كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده؟ شوف، اولا اول حاجه لازم ناكدها ان احنا مش نسايب كلاتنبرج ولا ولا لنا علاقه على فكره بيه. انا هنا قلت ان انا عندي تحفظات على هذا الاسم. لا احنا بنتعامل مع هذه الشخصيه على انه شخص
رشحه اتحاد الكره وتعاقد معه في مهمه اصلا التحكيم المصري مش بكلامنا، التحكيم المصري يعاني الامرين بدليل واحد صغير قوي، اختفاء الحكام المصريين ومن الساحه الدوليه، وايضا نعم والقاريه قبليها والقاريه، والشكاوى الكثيره التي تم احالتها في فتره الكابتن عصام عبد الفتاح، تم احالتها الى كلاتنبرج نفسه للنظر فيها. فده نمره واحد، ان كلاتنبرج لا يمثل للاهلي وضعيه خاصه، وبالتالي النادي الاهلي بيتمنى التوفيق لكل الخبراء اللي جايين في عملهم، دي مسألة بديهية. اللي لو في خطأ، بقى السؤال لو في خطأ حصل، النادي الأهلي هيكون موقفه ايه من حكم؟ اكيد النادي الأهلي هيبقى نفس طريقة الاعتراض اللي هي ان هو بيثبت حقه. بس هو برضو النادي الأهلي وجهة نظري اتفضل، ان هناك ثقة في تغيير طبعا، او الاستجابه لتغيير بالزبط. او التغيير، خلينا نقول تغيير مش استجابه دي التغيير اللي حصل من الكابتن عصام لوجود خبير اجنبي اعتقد ان دي ثقه او بدايه، او بيقفل صفحه وبيفتح صفحه جديده كده. وبالتالي انا في الصفحه الجديده دي اصل انا اللي يهمني ايه؟ مش الخبير التحكيمي، انا اللي يهمني تحقيق العداله، تحقيق العداله والحكام المصريين الشباب اللي حضراتكم بتتكلموا عنهم دول، اللي هم كفاءات كبيره جدا والله، ولكن كانت تنقصهم العداله. وقبل كده كمان يا كابتن، العدالة الإدارية يعني في حاجة مهمة قوي في طريقة علاقة النادي الأهلي مع اتحاد الكورة المصري ومع الاتحاد الأفريقي. إن أنا لما أقدم لك شكوى بخصوص حاجة معينة ألاقي رد. أنا مش بتخانق معاك، أنا مش ببعت جوابات افتراضية، أنا ببعت لك جواب في حالات معينة ونقاط معينة نتكلم فيها. الوضع الطبيعي ان اتحاد الكره والنادي الاهلي ليسوا اعداء، يعني طبعا مفيش عداوه، ده عضو جمعيه معاك. ايوه يعني ده عضو، لا عضو ابرز اعضاء الجمعيه يا استاذ جمال، يعني عضو جمعيه معاك يعني مالك الزملاء اللي في اتحاد الكوره. ايوه ما هو ده طبيعي، ولذلك لما اتحاد الكوره اهتم زي ما حصل قبل كده مع الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي برضو لا عداوه بينه وبين النادي الاهلي، لما اهتم ورد على النادي الاهلي ايه اللي حصل؟ خلاص الدنيا ماشيه ومفيش مشاكل. لما الاتحاد المصري، وانا قلت ده والله من اسبوع كده تقريبا قبل الكلام ده، ايه يعني ايه العيبه في ان اتحاد الكوره يرد على طلبات مقدمها نادي بحجم النادي الاهلي ويبحثها، ياخد منها الصح ويعمله، مش لازم يعني النادي الاهلي لا يفرض عليك، لا ده هو بيقول ان في مشاكل واحد اتنين تلاته، رد على النادي الاهلي ده، شوفوا كلامه صح ولا كلامه غلط. لما حصل هذا التقارب وبقى فيه اسلوب حوار محترم بين الطرفين، النادي الاهلي اخذ قرار بالعوده الى الله ينور عليك في ساعات بالتليفون، احتراما لانه حصل هذا التواصل بالشكل اللي حضرتك بتقوله بالظبط. ما هو ده اللي انا بقوله، يبقى اذا كل الامنيات لكلاتنبرج او اخواته او اي حد هيتولى المسؤوليه بداله تمام، ان هو ينجح في مهمته، واحنا لا يعني اي نادي محترم هيبقى عايز كده، مش محتاج اكتر من كده طبعا. العداله المطلقه، يعني ايه العداله المجرده يا استاذ جمال؟ ده انت كرئيس لجنه حكام اعلنت تحديك للنادي اللي عاوز تقول لهم انه ولا يفرق معايا، رحت معايل لهم محمود عاشور في ماتش المحل، مصطفى مدحت وعينهم مصطفى مدحت في ماتش مش عارف بسيون، ومعينهم محمود بسيون، ده بتقول لهم ايه؟ ده انت ايه ده؟ ده ايه الجبر ده؟ ايه واد الحلاوه ده؟ شوف شوف لا 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 ده بجد والله العظيم، ده شوف انت الموقف، شوف الاهلي بقى عمل ايه بقى؟ اجاب بانه ينتظر الرد من اتحاد الكوره، ولا يمكن ان يكون رايه انك لازم تقول لي هذه راس عاشور. هو هنا بقى رد عليا بقى، هو صح ولا غلط؟ صح، بس افحص الحاله صح. بس هنا يا استاذ محمود الصمت لغه العظماء، هنا النادي الاهلي عشان محدد موقف محدد موقف، لم يرد على الكلام الصح
اللي حضرتك بتقوله واللي انا بقولته قبل كده على خطا، لكن قال ايه؟ على خطا اللجنه. انا هستحنتظر رد رسمي. قلت لك الدنيا ولعت ساعتها فاكر؟ كلموا يعني بعض بالليل، يعني اللي بيعمله صح. هو بقى اللي بيعمله فينا ده وبيحرق الاتحاد. يعني شوف انت ايه؟ لا يعني ده حاجه في منتهى جبروت. لا ده ولا فارق معاه ومعتبر يعني. لا شوف الغرور والغطرسه تودي البني ادم لغايه فين؟ ماشي؟ يعني ده تحدي، عاوز تبقى تقول انك انت متحدي ومش هاممني حد ويحسب. لا يهمك حد ويحسب. لا يهمك حد. لا انت كده دخلت في سكه ما يصحش، يعني ما يصحش. راجع اقعد مع نفسك، انت راضي عن ضميرك؟ مقتنع بالمشهد ده تصريحاته بعد ما مشي يا كابتن يا استاذ محمود؟ بس بس راضي عن ضميرك يعني؟ هل هو راجع عن ضميره يعني؟ بقى كده مع نفسه انت ناسي ان احنا قلنا هنا مستقيم 15 6؟ لا فعلا مستقيم 15 6. عدي الحد مصري. لا طالما انا مستقيم من 15 6 ما مشيتش ليه؟ لا ما مشيتش ليه وعينت الحكام ليه؟ ما هو طبعا كلام مش منطقي يا حكيمه. ما هو عشان ماما مصر، هو والسيد مراد كل واحد فيهم قاعد عشان ماما. ما يقدروش يبقوا في البيت لوحدها يا جماعه. طبعا كل الاسماء اللي اتكلمنا عنها لها حق الرد، حتى الكلام انا قلت للكابتن. واخر حاجه يحسب لاتحاد الكوره على فكره، قد يكون هذا هو السبب المباشر اللي شجع اتحاد الكوره انه ياخد موقف من كابتن عصام، اللي هو التصرف ده، اصراره على تعيين حد المفروض ان النادي الاهلي طالب التحقيق معاه. انت عارف حضرتك المفروض ده يبقى موقوف الى ان يرد على النادي الاهلي. فمعنى هذا ان، وده معلوماتي الله اعلم صح الاهلي صح ده حصل عليها ولعب الليل، انه اكيد اتحاد الكره نفسه يا ريس حصل عليها تليفونات ليليه لغايه الساعه 4 الصبح بالظبط. يبقى اذا اتحاد الكره راى ان هناك تعمد لإثارة أستاذ جمال، اتقال فيما بينهم كده هو يحرق ثقة الناس فينا مصر بقى، مش يعني المصريين مش النادي الأهلي طبعًا. خاصة إن الواقعة كانت عامة يا أستاذ جمال، مش إنه هو عشان ماتش الأهلي إنه كده فاضل كيلة محمود. فقال لك هو ده كده يحرق كل شيء. ايوه يحرق كل شيء كنا بنفكر فيه. واتضح برضو ان الحقيقه كانوا شغالين على كام حاجه اللي اعلنوها، فكده كان بيحرقهم خالص. وبرضه اكيد في مخاطبات وفي حاجات بتحصل مثلا. الله ينور عليك. والنادي الاهلي مش لازم يطلع على العام كله يطلع يقول، اكيد في حاجات تفاهمات ولا بتحصل. مش الاهلي عفى حكيم، وانت ما شاء الله من اكثر يعني اللي بيغطوا النادي ما شاء الله. هو مش الاهلي رفض ينشر الخطاب اللي بيتقال له فيه كذا 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 وعفى عن ده؟ ليه؟ لانه دي هذه مخاطبات فعلا ليست للنشر، لان زي محمود قال الاستاذ جمال والكابتن هي ليست انتصارات يا جماعه. بالظبط كده. لا اتصالات كمان الله بين اطراف، هي اتصالات وليست انتصارات الا في الوقت المناسب. بالظبط كده يعني، مش قبل كده يعني. طيب استاذ محمود خليني برضو اسال حضرتك، كيف يمكن حمايه انا الحقيقه لغايه دلوقتي عايز اعرف انا الراجل ده اخطا، عايز الاجراءات، عايز الاجراءات. كيف يمكن حمايه هذا الرجل؟ مش كلاتنبرج برضو لانه مره ثانيه من يقود يعني، من يقود بص يا كابتن، اتحاد الكوره والرابطه لابد من لائحه واضحه وصريحه لحمايه التحكيم والحكام، بمعنى ولا يقاب متجاوز. ايوه لا ما انا بكلمك مهما كان انا انا بقول لك اهو يا عم، هات نموذج من يا عم كلاتنبرج. انت رد جاي من فين يا عم؟ اليونان. انجلترا. مش من اليونان ده يا عم، من الاصل انجلترا. انجلترا هات لنا ونبي يا عم هناك. اللائحه بتقول ايه؟ لو رئيس نادي طلع صرح ضد التحكيم، لو مدرب او لاعب ترجم واطبع، قول لنا كده، ادينا كده نموذج لو سمحت، عاوزين نشوف. ماشي؟ لا يجرؤ احد، عشان كده المسابقات دي ناجحه. يقول لك كامله العدد ليه؟ لا يجرؤ احد. النموذج الاقوى بقى انا بكلمك اهو في انجلترا، انك تقدر تتكلم. انا فاكر وقعه لالكس فيرجسون في ايام المجد بتاعه، تكلم بس تصريح كده، لكن النموذج الاقوى بص انا بكلمك اهو، التصريح كده رمى كلمه على الحكم بس، عقوبه بص ماديه طبعا كبيره جدا، وعقوبه تانية بقى يعني ايه، ولوم وتحذير ومش هتشوفه بتاع ومنع. ايوه وجهوا له اللوم، ودي كانت كبيره، ودي كبيره جدا على فكره. انت هنا بقوا طالب اتحاد الكوره يا يحمل لجنه ويجيب الراجل اللي لو سمحت اديني دلوقتي، احنا معانا شهرين اهو، وادينا النموذج اللي احنا نحميك بيه ونحمي الناس اللي معاك والناس اللي هتطلع دي والشباب والدنيا وبتاع، لازم تبقى عليها حاجه ايه، تبقى دي نموذج، دي البدايه. هذا حل عبقري، لان واضح ان الاتحاد اللي انت تقف ايه، على الحياد وتسيبه هو اللي يشتغل بموجب لائحه ما حدش يفسرها، هي مفسره نفسها زي ما انت قلت. الحاجه الثانيه، في عوامل تشكل خطوره
ومحدش واخد باله منها، دور المراقبين للمباريات واختياراتهم. دولة بأمانة شديدة مش محتاجين غربلة، لا انسى في حمامك القديم، لابد الحاجات دي تتغير بالكامل ويؤتى بناس على اعلى برضه. هقول لك ايه مهمه الراجل اللي جاي، تعرف يقول لهم ازاي دور المراقب وبيعمل ايه ودور قاعد مع مين. مش ممكن يا كابتن اكتب انا تقرير في حاجه ويجيني تليفون من كابتن اسلام الشاطر عشان خاطرنا، يعني ده الواحد شاهد على وقائع. ولا حاجة. لا يعني انا بكلمك حد ده، لا انا بكلمك على وقائع. واحد كلم واحد وقعد جنبي بيقول له يا كابتن معلش يعني تقلمتين يا استاذ حكم نتيجتها حكم الضرب وتهان. اقسم لك بالله انه الدلع في الاهلي اللي حصل معاك كده كانت توقف سنه، كان نتيجه شوف تخيل انت كان جامع انت سمعته بودانك. انا بكلمك اهو ما ينفعش يعني الحركه اللي عملها دي تتعمل بايخة. في اوروبا عيب بايخه عيب خلاص اتكتبت واتظبطت والراجل عمل حركه بتعمل زي اي حد. ده حقيقه ايوه مش بهزر انا بكلمك، ده الواقعه دي اللي بحكيها لك انا في 2000 قديمه قديمه يعني مع لعيب يعني كان طالع كده وخلصوا عليه بدري بدري. ما هو ده الضمير صح، الضمير لما يروح دي المشكله. الاهلي خلي بالك الاهلي او اي نادي فعلا بامانه شديده بيكون فكره الاساسي ان انا مش عايز، لو انت فكرت في حقوقك وتركت حقوق الاخرين تبقى عندك مشكله، لابد ان تفكر في انه الجمعيه ياخد حقه. انا لو اخطات خد يا عم حقك مني، بس لما يبقى المنظر كده وتصل الامور انك انت مش عاوز تواجه الحقيقه وتطلع تجرح وترمي في كلام على نادي بحجم الاهلي ومستغل يعني الظرف اللي فيه، النادي الاهلي ساكت مش هرد عليك. طب مش هرد عليك النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ما يردش طبعا، مش هرد عليك طبعا، واعمل اللي انت عايزه. هو عايز عمرك ده عمرك ما اللي انت بتعمله ده هتوصل برضه في حاجه ولا هتاثر في حاجه. هيرجع الاهلي بطل وهيرجع على منصات التتويج تاني وهيرجع يملى الدنيا ويفرح جمهوره وهتتنسي وهيتقال كان في فلان. لو انت عندك ضمير اطلع قول الحقيقه، مش تطلع هدفك عاوز تاخد لقطه فهو فرصه دلوقتي اروح رامي طوبه كده على 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 المشهد واقول ان انا اهو. ما هو برضه الفرصه على ايه؟ على درع انت رقميا عندك منه كتير، وانت واخد بطولتين قريتين وبطولتين عالميتين ومحتفظ بلقب قري وبالبرونزيه اللي انت رايح بيها. بس هو من حق ان انا اجتهد طالما انا يعني اخد بطوله او اثنين وثلاثه 50 بطوله حتى كل لا ما اقصدش من حقك، انا قصدي اقول ايه انه حتى دي لا تصل لمرحله انه كانه كده حد نفذ يعني رصاصه في القلب للنادي الاهلي، خاصه وزي ما انت قلت وكلنا اقرنا ان الاداره في طريقها ل انفاذ فكره تكوين او اعاده تكوين الفريق اللي يصل لمرحله اللي بتحصل يعني على طول يا كابتن. يعني بعد مباراه بعد ما خرجنا من مباراه في مباراه سان داونز اعتقد أيوة الموضوع كان واضح جدا حصل ورحت حته تانية كمان. الحمايه دي اهم ما فيها ان احنا زي ما كنا بنيجي هنا وقلقانين يا كابتن لما الناس عملوا حاجه في اتحاد الكوره لازم بنقول لهم برضو كلنا سبورت، لانه الحقيقه هم عايزين يعملوا. محمود لفت انتباهنا كلنا لحاجه مهمه، طالما جابوا النموذج الاعلامي فين قلقانين مش فاهم. كنا بنقعد هنا مش قلقانين من حد يعني بنقول ايه امتى هيبقى في شغل في اتحاد الكوره، وبالتالي لا الناس عاملين دوري الرديف، عاملين الدوري اللي بعد البريمير خلاص بقى فيش بي والف دي 18 نادي حطوا ايديهم هيعملوا حاجه زي القطاعات في اوروبا كده اللي هي اكاديميات. لا موضوع كبير ده لا يعني بداوا يحطوا على الاقل سيستم اللي قاله محمود يا عم ترجم وهات زي اوروبا نادي كلها. ده خلي بالك انت كده بتخلص على أهم على الصعيد لا بس صحيح لا صحيح صحيح لا صحيح لا يا كابتن اللي تحت يا كابتن ما فيش بلد في العالم دي كنا في فضيحه يا كابتن مع زمايلنا، ما فيش بلد في العالم اللي بعد البريمير يبقى مجموعات ولا الهواه اللي بعده هو اللي يبقى مجموعات. اوكي وبالتالي هم حطوا ده خلينا نقول احنا هندفع معاهم زي ما كنا بننقضوا على فكره ممكن مش رايك زي ما كنا بننقضوا. طيب هنطلع طيب هنطلع فاصل اخير وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال برضو او استاذ عبد الحكيم ابدا مع حضراتكم عشان اتكلمنا الدوري الجديد ان شاء الله هينطلق يوم 16 اكتوبر، هل من الممكن ان الدوري ده ينتهي فعلا في يونيو القادم اللي هو يعني يونيو 23؟ يعني على حسب الجلسه اللي المفترض انها تتعمل ما بين رابطه الانديه وممثلي الانديه اللي هيكون فيها طرح اللي اتكلموا فيه ان هو يكون الدوري من دور واحد وبعد كده ناخد الثمانيه الاوائل يبقى يعملوا
دوري من مجموعه واحده بحيث على اللي هم اللي هياخدوا البطوله والكلام ده كله، والثمانيه التانيين ينافسوا على الهبوط. لو الكلام ده تم هيخلص اللي فوق هينافسوا على المربع واللي تحت ينافسوا على الثلاثه الهبوط، على الثلاثه اللي هيهبطوا. انك تلعب دور اول بحيث ان تبقى اجمالي المباريات اللي تلعب 25 مباراه لكل فريق في البطوله. لو الكلام ده تم تخلص طبعا في شهر 5 مرتاح جدا، بدل 36 بدل 34 34 انا اسف. يعني تلعب دور واحد 17 مباراه دور كامل بين كل الانديه. تلعبوا فين بقى؟ هنا وقتها هتبقى نظام قرعه على ما اعتقد، يعني ما نفس الموضوع. انت لما تيجي تلعب الثمانيه اللي فوق برضه هتبقى نظام قرعه نفس الموضوع ده. لو ده مقترح من ضمن المقترحات اللي هي هتتعرض على الانديه في الجلسه اللي هتكون برابطه الانديه وممثلين الانديه دي عشان يحددوا شكل الدوري الموسم اللي جاي. لان الدنيا صعبه. وبالمناسبه الاستاذ محمود كان قال الجزئيه بتاعه اللي هي اللائحه لحمايه الحكام، من المفترض زي ما قال الاستاذ محمود يعني اقترح ده كويس جدا ان هم ياخدوا الراجل ده من كلاتبيرك اللائحه زي كده لحمايه الحكام وتتعرض برضه على نادي لائحه الدوري الانجليزي الاقوى الحقيقه. هم الخمسه الكبار بس الانجليزيه الاقوى وتتعرض برضه بحيث انها تاخد تصديق من الانديه قبل بدايه الموسم. لو انت عايز تعمل حاجه زي كده تحمي الحكام صح، فكره حلوه جدا تاخدها ومن ضمن في الجلسه دي لان دي اشبه بجمعيه عموميه للدوري صح. وتعتمدها دي هتبقى 10 على 10 وهتبقى انت كده حميت الحكام وعملت موسم. وانا اعتقد ان احنا زي ما حمينا او زي ما الناس دعمت فكره رابطه الانديه تمام الموسم الاول برغم مثلا السلبيات اللي فيه بس كانت بدايه تجربه كويسه، اعتقد ان المفروض الناس تحاول تنجح تجربه لاول مره بتحصل في الدوري ان يبقى في خبير اجنبي ملوش انتماء ملوش توجه ملوش حسابات مع حد. اعتقد الناس لازم تدعم التجربه دي بغض النظر عن المجموعه اللي هتحاربوا اللي هم معروفين اربع او خمس اسماء. يعني سيد جمال علام النهارده وعده انه يستكمله لانه امبارح قال له العشرة ياردة ما كانتش مظبوطه، بس انا متفاهم ان ما عندكوش رزاز وانا بوعدكم من اول الموسم هيكون عندكم ادوات. سيد جمال اقر كان معاهم في جزء من الاجتماع وقال له مستر جمال اوكي، قال له اوكي ان هم هيجيب لهم من اول الساعات لغايه الرزاز لهم شكل الحكم وادواته. هو يا استاذ ايه يرفع حقوقهم حاصل بس قال لهم حاجه برده، بس قال لهم حاجه مهمه يعني برده، قال لهم انا عايز منكم 10% الى نهايه الدوري الحالي اقدر اطلب لكم بكامل الحقوق قدام رئيس الاتحاد واقر رئيس الاتحاد، وده حسنا انفعل يعني الحقيقه. وبالتالي انا زي ما قلت لحضراتكم والكابتن اسلام يعني ابتسم لي ابتسامه رضا انا حبيتها يعني النهارده فيه، لانه فعلا الصح لا الصح ملوش يعني فعلا مخرجين الاشياء. أيوة لغه العيون لا يعني الفكره استاذنا برضه نظره رضا لا لا خالص اصل احنا برضه هو بيسمح لنا الراجل ان احنا يبقى فيه نقد بيتحول هو للراجل اللي هو الفير اللي هو ملوش دعوه بياخد الجانب الاخر. بقول له ان الناس تحتاج ان احنا نقول على اللي عمله الدوري لازم لابد موسم استثنائي لان دوري السوبر افريقي السنه اللي بعدها اقروا هم ده النهارده اقر ده سيد جمال علام خاصة ان فيتوريا والراجل كلاتنبرج ومدرب الشباب اتفقوا على موسم بيسموه موسم ريست للكرة المصرية من الناشئين للكبار والا هتفقدوا اشياء كثيرة احنا شايفينها كويس. هل ستوافق الأندية على هذه الامور؟ هم حاسين او السيد جمال علام تقريبا نقل لهم يا استاذ محمود انه الأندية في طريقها للبحث، اما وانك هتديله نموذج كويس زي ما قال وتاخد عليه موافقه عبد الحكيم هيوافق عليه. لابد من موسم توافق يا كابتن لابد. خد بالك انت لحد شهر نهايه نص الثاني من 12 مش هتلعب اسبوعين او ثلاثه اسابيع مش هتلعب اسبوعين او ثلاثه من الدوري كاس عالم. عندك شهر كاس عالم أيوة. وفي اجنده في اكتوبر اجنده دوليه اللي هيلعب فيها منتخب مصر مع الارجنتين في ابو ظبي، فانت ومن خمس البطوله 20 نوفمبر الاجنده الدوليه 14 يوم من بطوله كاس العالم. انت بعت للفيفا النهارده بتقول لهم لو سمحت ادوني العب كاس مصر خلال فتره كاس العالم. كاس مصر بس هل دي العداله؟ شغال ده؟ بس هل دي العداله؟ يعني انت النادي الاهلي هيبقى غايب منه مثلا لعيب وفي لعيب انت بتجيبه دولي مثلا تمام يبقى كده عندك اتنين مش موجودين. عشان عنده لعيبه رايحه كاس عالم. طب انت بتعاقبني انا مثلا كنادي اهلي لو عندي واحد ولا اتنين وتلاته بيلعبوا كاس عالم هتعاقبني ان انا العب كاس مصر من غير الفيفا يحميك. الفيفا يحميك الا بموافقتك. قد تكون الامور دي حاجه اداريه بقى بالنسبه لها. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم. بشكرك يا استاذ. بشكرك كابتن اسلام ربنا يخليك. شكرا جزيلا. ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم بكره حلقه جديده من البيت الكبير، وان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم دائما هيظل
النادي الأهلي فوق كل أولاده وكل أبنائه، وسنظل دائما مش هنمشي ورا الاتجاه اللي زي ما أساتذتنا، زي ما حضراتكم سمعتوا النهاردة، زي ما أساتذتنا قالوا واتكلموا عنه، الاتجاه اللي بيقضي إن النادي الأهلي أو بيودينا لاتجاه واحد فقط، وهو إن النادي الأهلي بيكسب مبارياته بحاجات معينة. ده مش هيحصل أبدا أبدا أبدا، لأن النادي الأهلي زي ما الكل اتفق على أن النادي الأهلي ما بيكسبش غير بشيء واحد بس، بمجهوده فقط. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله بكرة غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.